بالنسبة لي ما كان على مستوى الطموح اللي كنا نتوقعه الفترة الطويلة على تشكيل هذه الحكومة. يعني ما نشرته اليوم الجريدة على عنوان بكرة إن هم وزارة خدمات أو نواب حكومة، مسمينها حكومة نواب الخدمات. هذه واحدة. الشيء الثاني اللي فوجئنا حقيقة فيه دخول 3 من كتلة 31، حمد روح الدين، حمد روح الدين، مبارك العرو، والراجحي. ولكن هذول كانوا بالاسم ضمن ال 31، ولكن ما يخالف فعليا من قناعاتكم الداخليه هل كنتوا مصنفينهم معارضه؟ لحظه، يعني هاي 31 في كتله، ما ذكرت كتله 6، وهذه صدمه وضربه قاضيه وقاصمه حق مجموعه السته. دخول روح الدين واللي هو نفى وبعدين رجع الآن قبلها. واستغربت كذلك الدكتور روح الدين كان يبعث لي مسجات، وأن ديوانه انتقل من وين؟ من منطقة السلوى إلى بفطيرة. فأحسست أن هناك في راح يصير نوع من التغيير خلال الشهر الماضي. هاي ضربة أكشخ بفطيرة، يعني ما بديته في بفطيرة الظاهر، فخلاص الاستقبال راح يصير بفطيرة، فيعطي انطباع لي أنه ما راح ينزل يمكن الدورة الجاية الانتخابات. هذا انطباع كشخصي، انطباع شخصي. الشيء الثالث أن ما اختاروا ولا واحد من مجموعة ال17، وهذا شيء يعني مفاجأة. هذا انا اعتقد ان حكومه صباح الخالد ومرزوق ضامنين ال17 وما يبون يحرقون اوراق ال17 في متواصلهم ان ضامنين هذه هذا المجلس.